طيب يا أخوان، الشاشة الآن مشاركة عندكم يا أخوة. طيب طيب يا أخوة، أكاديمية الرواد الإلكترونية هي أكاديمية مختصة في التعليم عن بعد، وهي أكاديمية كويتية من حيث الانطلاق والمنشأ، رسالية من حيث الطموح والرؤية. طبعا الأكاديمية أقامت عدد من الدبلومات بمعايير أكاديمية وبرامج ودورات مميزة، وهي تمنح الطلاب والكوادر خبرات العلماء والمفكرين. يدير هذه الأكاديمية مجموعة من المهتمين بالتغيير المجتمعي الإيجابي حسب مفاهيم الإدارة الإلكترونية. الأكاديمية لها مكتب رئيسي في الكويت، وبالإضافة إلى مكاتب فرعية في الدول الأخرى. أهداف الأكاديمية بشكل عام إلى رفع الوعي وزيادة التفقه في قضايا تخص الأمة في واقعها المعاصر، وأيضا هي تهتم بالذات في مجال التعليم عن بعد. طيب، الأكاديمية تعمل في عدة مجالات، قلنا أهمها التعليم عن بعد، التنسيق والتكامل الإلكتروني، الإعلام الرقمي، التدريب عن بعد، الإدارة الإلكترونية. طيب، رؤية الأكاديمية، أكاديمية إلكترونية رائدة في النهوض المجتمعي. هذه الرؤية للأكاديمية. رسالة الأكاديمية، أكاديمية إلكترونية متخصصة في التعليم عن بعد، تسعى للنهوض المجتمعي من خلال المنصات التفاعلية وعبر الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي والشبكات المجتمعية. القيم المؤسسية، المسؤولية الشرعية، المبادرة الفاعلة، التكامل، التطوعية، الرسالية. ملخص عمل الأكاديمية في 2020، أقامت العديد من البرامج بإمكانكم الاطلاع عليها، سنرسل لكم الملف. إجمالي عدد المستفيدين خلال سنة 2020 بلغ 18397 مستفيد، ما بين طالب وما بين دورات وما بين محاضرات وما بين ندوات ومؤتمرات وما إلى ذلك. إجمالي عدد المحاضرات التعليمية المسجلة فيديوهات بلغت 671 ساعة. طبعا بإمكانكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل في الجدول وكذلك الإحصائيات. وبالنهاية أيضا لابد أن نذكر جهود الناس وجهود المؤسسات الأخرى التي عملنا معها أو عملت مع عملت عملنا بالتشارك معها، وهي التي ترونها أمامكم. وفي النهاية نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، وأن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات، وأن نلقى الله عز وجل وهو راض عنا بها. حفظكم الله ورعاكم. هذا فيما يتعلق باختصار في أكاديمية الرواد الإلكترونية القائمة على هذا الدبلوم. ولأي استفسار أو سؤال آخر بإمكانكم طرحه أو سؤاله على الشات أو على مجموعة التليجرام. فيما يتعلق في سير العمل أو في بعض الضوابط البسيطة في الدبلوم، أيها الأخوة، الهدف من هذا الدبلوم، الهدف الأساسي، هو التوعية بهذه القضية وتعميق هذه القضية في النفوس وغرسها في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا، وتناولها من جانب علمي يستطيع أن يحكم على الأشياء بمنطقية وموضوعية. أما يعني ما يتعلق في الأسئلة كما يقولون المعلبة أو المغلفة، وبعض الأشياء التي يعني هي فقط نقاش وأخذ ورد ونعم ولا، هذه ليست من أهدافنا، ولذلك لا يجدر بنا أن يعني نتناقش مثل هذه الأمور في المجموعة، ونجعل الدبلوم عبارة عن سؤال وجواب، وأنت من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا. هذا ليس من أهداف المؤسسات التعليمية كما تعلمون. فلذلك يعني نرجو طرح الأسئلة المتعلقة في الدبلوم وما يلقيه المحاضر، وعدم الخروج عن مسار الدبلوم أو عن موضوع الدبلوم، يعني طرح الأسئلة التي تتعلق بمادة الدبلوم وبما يقوله المحاضر. بالنسبة للأسئلة، الأسئلة ستكون في نهاية، يعني أنتم بإمكانكم طرح الأسئلة في أي وقت، ولكن يعني سيجاب عليها
في نهاية المحاضرة قبل 10 دقائق إن شاء الله تعالى. لا يعني أيضا بالنسبة للروابط، الروابط فقط يرسلها الأخوة المشرفون طبعا. لماذا؟ كي لا يتشتت ذهن الطلاب والمحاضر وغيرهم، وكي لا يعني يكون في اختراق أو ما شابه، وأنتم تعلمون هذه الأمور. فلذلك يعني رجاء منكم لا يرسل أحد أي رابط أبدا أبدا على الإطلاق، سوى المشرفون يرسلون الرابط، ومن يرى هناك رابط فيه فائدة يمكن إرساله على التليجرام للمشرفين، ونحن ثم يعني نعيد نشره هنا على المجموعة بإذن الله تعالى. هذا فيما يتعلق في بعض التعليمات اللي يعني المهمة لأجلكم ولأجل سير العمل بإذن الله تعالى. طيب، هذا إجمال ما يتعلق في سير عمل الدبلوم. طيب يا أخوة، الآن سنعطي نبذة سريعة جدا عن محاضرنا لهذا اليوم، لأنه ما شاء الله هو علم وهو ما شاء الله متبحر في هذه القضية. لو أردنا أن نجعل التعريف به نستغرق كامل المحاضرة. أيها الإخوة، الدكتور المحاضر لهذه المحاضرة اليوم هو الدكتور عبد الحميد فراني. هو أستاذ جامعي حاصل على الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، لديه العديد من الكتب والدراسات والمحاضرات، يعني ما شاء الله كثيرة جدا. بإمكانكم أن تطلعوا عليها، في نرسلها لكم فيما بعد. له أيضا المشاركة في عديد من المؤتمرات وورش العمل وأيام الدراسية وغيرها، في أيام الدراسة عفوا. أيضا هو مشارك في تحكيم أبحاث علمية، قدم العديد من الدورات التدريبية أبرزها دورة القضية الفلسطينية ما بين الثورة والدولة. حصل على العديد من الجوائز ومنح التميز، أبرزها جائزة المركز الثقافي الآسيوي فئة التأليف والنشر على مستوى الوطن العربي، أيضا جائزة الشيخ عبد الله الصباح للإبداع العلمي للشباب العربي. هذه نبذة سريعة ومختصرة جدا لدكتورنا الحبيب الدكتور عبد الحميد الفراني، هكذا قالوا بكسر الفراني، هذه اختلاف اللهجات، العفو منكم يعني. دكتورنا الميكروفون معكم، تفضلوا ولكم الأجر والثواب، حفظكم الله ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصوت مسموع. نعم دكتور. الصورة ظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لأكاديمية الرواد، وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل على هذه المقدمة الممتازة والإطراء الممتاز. اسمي عبد الحميد جمال الفراني، الفراني من نسبة إلى فران بن بلي من قضاعة. في الحقيقة يعني أنا سعيد بتشرفي لديكم في إلقاء هذه المحاضرة أو سلسلة المحاضرات التي سأقدمها عن تاريخ فلسطين القديم، وأرجو من الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم وأن أستطيع أن أغطي هذا الجزء المهم من تاريخ فلسطين، وهو يعني في الحقيقة شابه العديد من التشويهات، ولا زالت الدراسات حوله مستمرة من خلال الاكتشافات التي يتم اكتشافها، لأن هذا القسم من التاريخ خاصة التاريخ القديم يعتمد بشكل كبير على المكتشفات الأثرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنقوم في هذه المحاضرات، وهي على ما أعتقد 4 محاضرات، الحديث عن تاريخ فلسطين القديم والوسيط. طبعا تاريخ فلسطين القديم صعب كثيرا على الكثير من الدارسين
أن يحيطوا به بشكل واسع، لأن هذا القسم أو هذا الجزء من التاريخ من أصعب المراحل التاريخية على المختصين، فكيف بالدارسين؟ خاصة أن هذه المرحلة كما ذكرت يشوبها الكثير من التشويهات، لأن إسرائيل التي احتلت فلسطين عام 1948 تعتمد بشكل كبير على إثبات حقها في هذه الأرض من خلال التاريخ القديم. أما التاريخ الوسيط فهو الذي يتناول تاريخ فلسطين في العصر الإسلامي بشكل خاص، والذي يبدأ من الفتح الإسلامي في عام 636 ميلادي وينتهي بانتهاء التاريخ الوسيط العام بسقوط القسطنطينية، بفتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح عام 1453. ويمتد طبعا هذا التاريخ العريق حوالي 1400 سنة ليغطي مدة مهمة جدا، وهي تثبت الحق التاريخي لفلسطين، إضافة إلى الإثبات التاريخي لفلسطين القديمة خلال العصور القديمة من خلال الوجود الكنعاني. من المؤسف حقا أن كل ما كتب عن تاريخ فلسطين القديم اعتمد بشكل كبير اعتمادا كليا على العهد القديم، الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أخذ معظم ما جاء به كحقائق تاريخية. الكتابات التي تسطرها الأجزاء الخمسة الأولى من هذا التاريخ القديم ما هو بعض أسطوري الطبيعة أو ذو أخبار مختلقة ومضللة يستحيل إثباتها تاريخيا في الوقت الحاضر، ويصعب حصر هذه المعلومات الآن ضمن الإطار التاريخي لابتعادها الكلي عنه. قد يكون من الأصلح إدراجها ضمن دراسة المعتقد اليهودي وتطوره عبر عصور التاريخ القديم. هو هذا المفترض، يعني أن الحديث عن تاريخ فلسطين القديم ضمن العهد القديم هو ما هو إلا دراسة للمعتقد اليهودي وتطور، وليس دراسة لتاريخ فلسطين القديم. يعني للأسف الشديد كثير من الدارسين لما بيبدأوا بدراسة تاريخ فلسطين القديم بيركزوا على الوجود اليهودي في فلسطين وعلى الوجود العبراني في فلسطين، ويتحدثوا بإسهاب عن تاريخ فلسطين القديم من خلال الوجود اليهودي، وهذا طبعا كله تضليل حتى يثبتوا أن اليهود كانوا في يوم من الأيام على أرض فلسطين ولهم تاريخ عريق. وفي الحقيقة أنه تاريخ اليهود على أرض فلسطين كان جزء من التاريخ القديم لفلسطين، وكانوا على جزء من الأرض، وكانوا يعني بمثابة احتلال لفلسطين، كما هم اليوم هم يحتلوا أجزاء من فلسطين، يحتلوا حوالي 78% من فلسطين. هم كانوا أيضا يحتلوا أجزاء من فلسطين خلال الحكم الكنعاني. فلسطين في العصر القديم كانت كنعانية، ولكن كان هناك قوى أخرى تسيطر على أجزاء من أرض فلسطين، وهي القوى من ضمنها القوة اليهودية، قوة الإسرائيليين كما كانوا يسموا أنفسهم. العجيب أن هذه الأخبار الأسطورية والروايات المضللة التي يعني موجودة في العهد القديم التي ينقصها الدليل والسند التاريخي حاليا، طبعا السند التاريخي مهم جدا والآثار تثبت عكس ما جاءت به التوراة بشكل كبير، صارت الأساس لجميع من كتب فلسطين القديم. يعني أغلب من يدرس التاريخ القديم لفلسطين يستند على هذه الروايات التوراتية، وعليها استند الصهيونيون طاريا في اغتصاب فلسطين واحتلالها مثل الكتابات. يعني الكتاب يعني وحتى منهم عرب ومسلمين شوهوا التاريخ الفلسطيني القديم من خلال اعتمادهم على التوراة، واعتمد عليها اليهود كسند لاغتصاب فلسطين.
في الحقيقة أنه اليهود كما ذكرت هم كانوا على جزء من أرض فلسطين، وهذا يعني سندرسه فيما بعد. خلال وجودهم على جزء من أرض فلسطين في العصور القديمة لم يقدموا لمدنية العالم القديم سوى شيئين، أظهرت الأدلة الحديثة عدم أصالتهما البتة. أول هذا الشيء الذي قدموه هو العهد القديم. طبعا في هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة سنقسم الحديث عن تاريخ فلسطين إلى أجزاء، لنعلم أن يعني قبل الحديث عن تاريخ فلسطين لابد من لمحة سريعة عن جغرافية فلسطين، الموقع الحضاري لفلسطين على مر العصور. يعني برزت أهمية موقع فلسطين منذ أقدم الأزمنة، وسكنها الإنسان منذ أقدم العصور، وهذا الأمر ساعد وساعد على ذلك طبعا هو خصوبة أرض فلسطين واعتدال مناخها وموقعها المتوسط، مما جعل منها مركزا حضاريا منذ أقدم الأزمنة. وعثر أخيرا في مدينة أريحة على آثار الحضارة النطوفية التي تعتبر من أقدم مراحل الانتقال نحو إنتاج الطعام والاستقرار، وكانت فلسطين وباقي بلاد الشام تعتبر حلقة الاتصال بين مصر وبلاد الرافدين العراق، وكان لهذا الموقع أثر البالغ في تشكيل حضارة فلسطين وتاريخها وتوجيهها، حيث تحدها الحضارات العراقية من الشرق والحضارة المصرية الفرعونية من الجنوب. وتميزت فلسطين أيضا وباقي منطقة الشرق الأدنى القديم بوجود عدد من التحركات البشرية السامية والهندية الأوروبية في فترات مختلفة، وكانت بعض هذه التحركات تمر بفلسطين تاركة بعض العناصر والتقاليد الحضارية المختلفة التي تنتمي إليها لتستقر في هذا الإقليم. ولكن هذا لا يعني أن الحضارات التي نشأت على أرض فلسطين هي من صنع هذه القوى، وإنما هي من صنع سكان فلسطين، وعليه فقد تأثرت حضارة فلسطين بالعناصر الحضارية السياسية والسياسية المجاورة لها في مصر والعراق والأناضول. ولما كانت فلسطين بحكم موقعها في قلب بلدان الشرق الأدنى القديم، فقد تأثر إنتاجها الحضاري بالمؤثرات المحيطة. يعني موقع فلسطين هو موقع متوسط معروف بين قارات العالم القديم. قارات العالم القديم المعروفة هي أوروبا، وهي القارة العجوز كما يطلق عليها، وآسيا وهي أكبر قارات العالم، وأفريقيا الصمراء. ففلسطين هي حلقة وسط بين حضارات مختلفة، حضارات امتزجت بأرض فلسطين وقام ب يعني كان هناك مدخلات حضارية على أرض فلسطين، تم صياغتها على أرض فلسطين وثم خرجت كمخرجات وانتشرت في كل العالم. معروف أن الحضارة الكنعانية والحضارة الفينيقية خرجت من أرض فلسطين وانتشرت ووصلت إلى جنوب أفريقيا وإلى بريطانيا، وأقامت مستعمرات في كل المناطق عبر البحار. طبعاً أيضاً فلسطين بحكم هذا الموقع تأثرت بالتحركات البشرية السامية والهندية الأوروبية كما أسلفنا، باعتبارها تمثل جزءاً رئيسياً من بلاد الشام والعراق، وهذه العناصر طبعاً كلها تفاعلت، العناصر الخارجية مع العناصر الحضارية الداخلية المحلية في فلسطين، ونتج عنها مظهر حضاري جديد تتضح فيه بعض جوانب الامتزاج الحضاري، كما أدى ذلك إلى نشوء المدن المستقلة. يعني بناء المدن بدأ في العصر الكنعاني كما هو معروف، وهي نفسها المدن الفلسطينية التي ما زالت موجودة إلى اليوم، والتي سماها الصهاينة بأسماء جديدة
ونلاحظ أن هذه الأسماء الجديدة هي نفسها الأسماء الكنعانية القديمة. على سبيل المثال عسقلان هي في الأصل كانت تسمى في العصر الكنعاني أشكلون، ثم بعد أن فتحت في العصر الإسلامي أصبح يطلق عليها عسقلان. بعد احتلالها في عام 1948 أعيد تسميتها أشكلون، وهو نفس التسمية الكنعانية. كذلك مدينة الخليل يسموها، هناك مستعمرات موجودة على أرض الخليل تسمى كريات أربع، هي قريات أربع، أربع قرى كانت موجودة في الأصل في العصر الكنعاني، وكان يطلق عليها في العصر الإسلامي حبرون في البيت الشعري في العصر المملوكي، وفي حبرون ثمة غار، في حبرون يقصد هنا الخليل، في حبرون ثمة غار فيه قبر الخليل، يقصد يتحدث هنا الشاعر عن مدينة الخليل التي يوجد فيها مغارة المكفيلة التي هي موجودة أسفل المسجد الإبراهيمي، وفيها قبور الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام وابن إسحاق وابن يعقوب ابن إسحاق وزوجاتهم الثلاثة رفقة ولائقة. فهذا الامتزاج الحضاري أدى إلى، ذكرت نشوء المدن المستقلة وهي مدن كثيرة، واليوم الصهاينة يطلق على مدينة الخليل مدينة حبرون، وهي تسمية العربية وهي سرقة واضحة للتاريخ. الآن سأتحدث عن المراحل التاريخية القديمة التي مرت بها، طبعا المادة طبعا سأقوم ب إرفاقها فيما بعد. العصور التاريخية في فلسطين، العصور بشكل عام، طبعا ينقسم تاريخ فلسطين في العصور القديمة إلى قسمين. القسم الأول هو عصور ما قبل التاريخ، عصور ما قبل التاريخ يعني قبل التدوين التاريخي، قبل معرفة الكتابة، عندما كان يستخدم الإنسان الحجر ويستخدم فيما بعد النحاس، ويعني لا يعرف الكتابة، إنما هو يقوم بتعرفنا على هذه الحضارات من خلال ما عثر على في الكهوف والمغارات، ما عثر فيها على أدوات عرفت أن من خلالها تم معرفة أن هناك تم تاريخ في هذه المنطقة. فالعصور القديمة تنقسم إلى قسمين، عصور فلسطين التاريخية تنقسم إلى قسمين، عصور ما قبل التاريخ وهي العصر الحجري القديم والعصر الحجري الوسيط والعصر الحجري الحديث والعصر الحجري النحاسي، وعصور التاريخ أو العصور التاريخية والتي بدأت بتكوين الإمبراطوريات القديمة وكتابة التاريخ، وهي العصر البرونزي والعصر الحديدي. ونبدأ الآن بالحديث عن عصور ما قبل التاريخ. قدمت قبل قليل الحديث عن موقع فلسطين، وهذا الموقع الجغرافي جعلها الجسر الذي ربط بين أقدم حضارتين وأعرقهما في التاريخ، وهما حضارة مصر القديمة أو الحضارة الفرعونية وحضارة بلاد ما بين النهرين. وزادت الحفريات الأثرية في فلسطين وغيرها من بلدان الشرق الأدنى المعرفة البشرية بالأماكن والسكان الذين عاشوا مئات آلاف السنين قبل البدء بتدوين التاريخ. يعني من خلال الحفريات الأثرية في المغارات والكهوف، ومن خلال يعني عمليات البحث المستمرة، ومن خلال الصدفة، في بعض الأحيان كانت الصدفة تلعب دور في اكتشاف الآثار التاريخية، يعني إما من خلال جمعيات ومؤسسات اشتغلت على الحفريات، وهذه الجمعيات والمؤسسات بدأ عملها في منتصف القرن التاسع عشر، وهي جمعيات بريطانية وألمانية وفرنسية وأمريكية، بدأت بالبحث
في فلسطين عن آثار تاريخية تثبت الوجود اليهودي في فلسطين. وهذه طبعا كانت مدعومة من قبل اللوبي الصهيوني لإثبات صحة ما جاء في التوراة، ولكن أغلب هذه الآثار التي تم اكتشافها أثبتت عكس ما ورد في رواية التوراة. طبعا دراسة حضارة الإنسان في عصور ما قبل التاريخ كما أوضحت تبدأ من خلال الأدوات والأسلحة التي كان يصنعها أو يستعملها الإنسان، يعني من خلال ما تم اكتشافه من أدوات وأسلحة يمكن التعرف على التاريخ، تاريخ ما قبل التاريخ، يعني العصور ما قبل التاريخ، والحيوانات التي كان يصطادها أو يدجنها الإنسان، والأماكن التي كان يسكنها أو يدفن فيها موتاه. يعني كثير من القبور تم اكتشافها من خلال البحث الآثاري أو من خلال الصدفة. وتوصل العلماء إلى طريقة يتم بها تحديد تاريخ المواد العضوية، أي مادة عضوية يتم اكتشافها يتم تحديد عمرها من خلال ما يسمى بالكربون المشع 14. هذا الكربون يتم وضعه على المادة تاريخها أو متى كانت، هل هي كانت في العصور التاريخية أو ما قبل التاريخ، من خلال وضع هذه المادة يتم تحديد العمر الزمني لهذه المادة العضوية المكتشفة. أيضا توصل من خلال هذا الكربون يصبح بالإمكان تأريخ بقية المخلفات الأثرية. طبعا المرحلة الأولى التي بدأها الإنسان بشكل عام، يعني ليس فقط في فلسطين وإنما في كل بقاع الأرض، يبدأ الإنسان بمرحلة تسمى بمرحلة الصيد والجمع والتنقل. الخطوة الأولى التي نقلت الإنسان من طور الهمجية، أي طور الصياد جامع الغذاء، إلى طور المستقر في مجتمع متحضر منتج للغذاء، تمت في بلاد الشرق الأدنى، وكانت فلسطين في ضوء المكتشفات الأثرية مهدا من المهاد التي بدأ فيها هذا التطور الإنساني، تطور الإنسان وانتقاله من مرحلة الصيد والتنقل والجمع والالتقاط إلى مرحلة استخدام الأدوات والاستقرار. نبدأ الآن بالحديث عن العصر الحجري القديم. يعني بداية قلنا بأن العصور القديمة تنقسم إلى قسمين، عصور ما قبل التاريخ وعصور التدوين التاريخي أو العصور التاريخية. عصور ما قبل التاريخ هي عصور، أولاً العصر الحجري القديم والذي يبدأ من 200 ألف إلى 17 ألف قبل الميلاد، وهذا العصر يقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام: العصر الحجري القديم الأسفل، والعصر الحجري القديم الأعلى الأوسط عفوا، والعصر الحجري القديم الأعلى. إذن العصر الحجري نفسه ينقسم إلى ثلاث أقسام: عصر حجري قديم أسفل، وعصر حجري وسيط، وعصر حجري قديم أعلى. العصر طبعا هذه مصطلحات صعبة على الدارسين حتى على المختصين منهم، لأن يعني فيها كما يقال نشفان هيك جافة قليلا، يعني معلومات جافة ليس فيها حيوية. يعني نتكلم عن عصور حجرية. العصر الحجري القديم الأسفل وهو أقدم أدوار العصر الحجري القديم، ويتزامن مع أواخر العصر الجليدي الرابع، ومنها تطورت المراحل الأولى لحضارة الفأس اليدوي، وهي أدوات تم تكوينها بشكل بيضاوي ومدببة عند أحد الأطراف، ورافقها آلة صوانية تسمى الشاطور، صنعت للسلخ
بسلخ الحيوانات، لها حافة قاطعة حادة متعامدة على المحور الطويل. ومن أمثلة هذه الحضارة، يعني أبرز الحضارات التي قام في فلسطين في العصر الحجري القديم أسفل، الحضارة الإيفيلية. نسبة إلى مكان في شمال فرنسا، وأبرز معالمها الفأس الحجرية كبيرة الحجم وغير مكتملة التشذيب، وتمثل بداية ما يعرف بالثقافة الشولية، نسبة إلى مكان في فرنسا أيضا. طبعا هذا وجدت مواقع هذه الثقافة اللي هي الثقافة الشولية على أرض فلسطين، يعني هي نسي المواقع في فرنسا ولكنها وجدت أيضا على أرض فلسطين، حيث تطورت أساليب الحياة البدائية خلال هذه المرحلة، من مرحلة جمع الغذاء المؤلف من الأعشاب والثمار البرية وصيد الحيوان والتنقل من مكان إلى آخر والتكيف على أحوال البيئات المتعددة. هذه البيئة أو هذه الثقافة وجدت في داخل الكهوف وفي السهول والمناطق الساحلية. أيضا عرف الإنسان في فلسطين باستعمال النار وبناء الأكواخ البسيطة، وعرف في ذلك الوقت الإنسان منتصب القامة. طبعا أنا ما بدي أفصل كثيرا في هذه المعلومات لنا يعني المتخصصين بالأكثر. العصر الحجري القديم الأوسط، وأهم ثقافاته الثقافة المستيرية، الثقافة المستيرية نسبة إلى كهوف مستير في فرنسا. أيضا هذه الحضارة أو هذا العصر أو هذه الثقافة وجدت في أماكن متعددة في فلسطين. العصر الحجري القديم الأعلى، وبدأت فيه أو ظهرت فيه صناعة النصال والشفرات الرفيعة والسكاكين ومقاشط الجلود والأزاميل ورؤوس الرماح والسهام التي تستخرج من النواة الصوانية هرمية الشكل. وظهرت هذه الحضارة في فلسطين. العصر الحجري طبعا ثانيا، انتهينا من أولا وهو العصر الحجري القديم، نبدأ الآن بالحديث عن العصر الحجري الوسيط، وهو استمرار للعصر الحجري القديم الأعلى، ويمتد من حوالي 10,000 إلى 8,000 قبل الميلاد تقريبا. وهذا مصطلح العصر الحجري الوسيط وضع أصلا لوصف المخلفات الأثرية لهذه الفترة في فلسطين والشرق الأدنى وأفريقيا. وظهرت في هذا العصر الحجري المتوسط الأدوات الصغيرة جدا، وبخاصة النصال والشفرات الهلالية الشكل، وأدوات مصنوعة من العظام، ومنها عظم الغزلان والأصداف، ومن هذه الأدوات الخطاف والسنارة والمنجل المؤلف من شفرات صوانية مثبتة في سلم من العظم، وله مقبض مزين ينحت على شكل حيوان. وتسمى هذه الحضارة أيضا بحضارة الأدوات الدقيقة. طبعا هذه الحضارة يطلق عليها في فلسطين الحضارة النطوفية، الحضارة النطوفية. إذن الحضارة النطوفية وهي من أقدم الحضارات التي ظهرت في فلسطين، ظهرت في العصر الحجري الوسيط، وتعرف كما ذكرت في بعصر الأدوات الدقيقة. يعني بدأ الإنسان في فلسطين باستخدام أدوات دقيقة
في حياته العملية، وتم اكتشاف هذه الأدوات في مغائر النطوف الواقعة شمال القدس. ويعني لم يستطع المؤرخون يعني معرفة الشعوب اللي سكنت خلال هذه الحضارة، لكن أطلقوا عليها اسم الحضارة النطوفية نسبة إلى المغائر التي تم اكتشاف هذه الأدوات فيها، وهي مغائر النطوف، فأصبحت تسمى بالحضارة النطوفية. تم العثور أثناء التنقيب في مغائر الكرمل أيضا وفوق الطبقات التي تضمنت مخلفات العصر الحجري القديم على شواهد تشير إلى ظهور مجموعة بشرية جديدة تضمنت مخلفات العصر الحجري القديم، ويظهر أن هذه الحضارة كانت فلسطينية محلية، لم توجد إلا في حلوان في المنطقة الممتدة من منتصف لبنان شمالا إلى حلوان في مصر جنوبا. أما أصل النطوفيين فهو غير معروف حتى الآن، لكن أطلق عليهم حضارة النطوفيين نسبة إلى المغارة التي اكتشف فيها هذه الأثار. تركزت هذه الحضارة النطوفية على الساحل الفلسطيني، فأربعون موقعاً من بين قرابة 70 موقعاً مكتشفاً كانت في المنطقة الساحلية، كلها عاش فيها النطوفيين. عاش النطوفيون في المغائر جمع مغارة والكهوف، ومن هذه المغائر مغائر جبل الكرمل والملاجئ الصخرية على المنحدرات الشرقية والغربية لتلال القدس والخليل كمغارة الواد ووادي فلاح والمغارة الكبيرة، وأيضا في بعض منهم عاشوا في العراء كما هو الحال في أريحة، على حين سكنوا المنازل في منطقة عين المالحة بالقرب من بحيرة الحولة. يعني الحضارة النطوفية ليست كلها في مغارة النطوف، وإنما كانت متوزعة. النطوفيون عاشوا في المغارات، عاشوا في الملاجئ الصخرية، عاشوا في العراء، وسكنوا أيضا المنازل، يعني تنوعت أماكن سكنهم. اعتمدوا في عيشهم على الصيد، سواء كان الصيد البري أو البحري، وأيضا اعتمدوا على جمع الثمار أو جذور النباتات طبقا للموقع الجغرافي الذي كانوا يعيشوا فيه. طبعا المنطقة اللي فيها المنطقة الساحلية عاشوا فيها على صيد البحر، المناطق الجبلية مثلا عاشوا فيها على الصيد البري، المناطق السهلية عاشوا فيها على جمع الثمار أو جذور النباتات. طبعا اعتمد الدارسون في دراسة اقتصاد جماعات النطوفية في الدرجة الأولى على الأدوات التي تركوها، وأهم هذه الأدوات أدوات صوانية صغيرة مسننة لاستعمالها كجزء من منجل، وأجران ومطارق حجرية وقطع صوانية رقيقة صغيرة الحجم بأشكال مختلفة، من بينها أدوات ذات حد مستقيم وشكل هلالي من الخلف. عثر أيضا في المواقع المختلفة للحضارة النطوفية في العصر الحجري الوسيط على مواقع مختلفة فيها عظام لغزلان، وهذا يشير إلى أن الظروف المناخية كانت معتدلة وملائمة لعيش هذا الحيوان في تلك الحقبة من الزمن، لأنه الآن الغزلان تعتبر نادرة في فلسطين. كذلك عثر يعني لدرجة أنه استخدم هذه الغزلان استخدموها للطعام، يعني كما نستخدم اليوم الخراف والأغنام، وهذا دليل على كثرتها في ذلك الوقت. كذلك عثر في بعض المواقع الأثرية على عظام يعتقد أنها عظام كلاب، وهذا يدل على أنهم استأنسوا
الكلب. الحضارة النطوفية استأنست الكلاب أعزكم الله. حمل أيضا وجود بعض المخلفات الأثرية كالمناجل الصوانية والأجران والمطارق الحجرية وعظام الكلاب بعض الباحثين على القول أن النطوفيين توصلوا إلى حياة الاستقرار، لأنه وجود مناجل صوانية للزراعة لجني المحاصيل وأجران لوضع الثمار ووضع القمح ومطارق حجرية وعظام لكلاب مستأنسة، هذا يدلل على أن النطوفيين بدأوا حياة الاستقرار، فهما كانوا يعيشوا على الزراعة واستئناس الحيوانات. طبعا لو صح هذا القول فهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الأدلة الأثرية حتى يثبت أن فلسطين كانت أقدم موطن لاستقرار البشر. يعني من خلال المعلومات هذه عن الحضارة النطوفية ومعلومات جديدة يمكن اكتشافها، فهذا يعطينا دليل واضح على أن فلسطين أقدم موطن لاستقرار البشر، خاصة أنه أقدم مدينة في العالم موجودة هي مدينة أريحة. لكن هناك خلاف حول هذا الموضوع، لأنه بعض الباحثين بيقول أنه هذا يعني ليس دليلاً على الاستقرار، يعني وجود المناجل والعظام الكلاب والأجران لا يدلل دلالة واضحة على الاستقرار، لأن ما وصف بعظام الكلاب ما هو إلا عظام نوع من الذئاب كانت تعيش في فلسطين. يعني بعض الباحثين بيقول أنه هذه ليست عظام كلاب وإنما عظام ذئاب، والذئاب طبعاً هي برية. أما بالنسبة للمناجل والمدقات فهي يحتمل أنها استعملت لجمع محاصيل برية وطحنها. بعض الباحثين، هؤلاء الباحثين طبعا وهم يعني ليس كل الباحثين، يقول بأن بقية الأدوات والأسلحة التي وجدت تدلل دلالة واضحة على أن المجتمع آنذاك كان يعتمد على الصيد في قوته اليومي. طبعا الحفريات الأثرية في عين المالحة، الحفريات الأثرية في عين المالحة اكتشفت دكتورنا لو أذنتم. تفضل دكتور حبيب الله يكرمكم، بما أنه مدة المحاضرة ساعتين فلو مثلا يكون هناك استراحة 10 دقائق، أنتم تختارون توقيتها يعني حسب ما تنهو الفقرة أو كذا، لكن أحببت إخباركم بهذا، يكون في 10 دقائق استراحة. مسموع صوت دكتور؟ مسموع كما تشاء. الله يكرمك، متى ما تشاء أنت دكتور المحاضرة لكم. أيضا بالنسبة للأسئلة، هل تفضلون أن تكون الأسئلة بعد الشق الأول أو بعد الاستراحة، ولا خليها في الأخير كاملة؟ هذا يرجع إليكم أيضا. في النهاية إن شاء الله نترك نصف ساعة أو طيب، كم الوقت المتبقي؟ الآن انتهت الساعة الأولى، بقي ساعة إلى العاشرة، بقي ساعة كاملة. طب تمام، ها الآن متى يبدأ الأسئلة؟ يعني متى، كم من الوقت تريد أن تمنح من ربع يريد ساعة، السؤال؟ ربع ساعة إلى 10 دقائق نمنح الأسئلة، وقت للأسئلة ربع ساعة يعني 10 دقائق هكذا. والأمر لكم يعني دكتور، أنتم يعني الذي ترونه حسب المادة وحسب يعني الأسئلة اللي فيها اللي ممكن يكون فيها. إن شاء الله. طب أنا دعني أنتهي من العصر الحجري وبعدين نترك لكم ما رأي تشاءون دكتور، إن شاء الله. حفظكم الله. قلنا بأنه الحفريات الأثرية في عين المالحة كشفت عن مواقع أو موقع يمتد فوق مساحة تقارب 2 كيلو متر، فيه الكثير من 2 كيلو متر مربع طبعا، فيه الكثير من البيوت ذات أساسات من الحجر وأشكال دائرية تتراوح أقطارها ما بين 5 إلى 7 متر. وكانت كل مجموعة من هذه البيوت، من تلك البيوت للمضي البعيد، كل مجموعة من تلك البيوت مرتبة حول ساحة، وفي هذه الساحة حفرة مبطنة بالطين يظن أنها كانت لتخزين الطعام أو الغذاء. هذا طبعا
ينقض الزعم الذي يقول بأنه حضارة النطفيين ليست دليلا على الاستقرار. فهناك يعني رأيين، الرأي الأول يقول بأن الحضارة النطفية دليل على الاستقرار البشري في فلسطين، وهذا طبعا الدليل يعطينا دلالة على أن أقدم إنسان أو أقدم استقرار بشري في فلسطين. وبعض الباحثين لا، ينقض هذه، يقول بأن هذه الحضارة ليست دليل على الاستقرار ويذكر أدلته. يعني كل مجموعة من الباحثين لهم أدلتهم على أن هذه الحضارة كانت حضارة استقرار أو لم تكن حضارة استقرار. لكن الحفريات الأثرية في عين المالحة أثبتت أن الحضارة النطوفية هي بداية الاستقرار البشري في فلسطين. أهم ما يميز النطوفيين هو طريق دفن موتاهم، حيث كانوا يضعون جثث موتاهم تحت المناطق المأهولة بالسكان، وفي مغارة الواد دفن أكثر من 60 فردا في أرض المغارة أو أمامها، وكانت جثة الميت توضع على جانبها، وكانوا أحيانا يدفنون جمجمة الميت فقط دون الجسم، وقد عثر على قلائد وحلي مصنوعة من الصدف وعظام الغزلان مرتبة على شكل حلقات حول رأس الميت. وفي عين المالحة عثر على صبغة المغرة الحمراء أكاسيد الحديد في عدة قبور، ومن أهم هذه القبور يعتقد أنه لرئيس قبيلة، وكان فيه هيكلان عظميان أحدهما لرجل والآخر لامرأة على رأسها بعض الصدف، وكانت الجثتان محاطتين بطبقة من الطين ومغطتان بالتراب تعلوه طبقة من الحجارة المرصوفة، ويحيط بالقبر صف دائري من الحجارة الكبيرة نسبيا. طبعا كان هناك علاقات تجارية نشأت بين المواقع النطوفية المختلفة، والدليل على ذلك هو الحلي المصنوعة من الأصداف البحرية والتي يمكن الحصول عليها اليوم من شواطئ فلسطين على البحر المتوسط. وجدت تلك الأصداف بكميات كبيرة في مواقع بعيدة عن الساحل مثل عين المالحة وصحراء النقب، وهذا دليل على أنه كان في هناك تبادل تجاري بين مناطق النطوفية الساحلية والمناطق النطوفية الداخلية والصحراوية. ويعتقد أيضا أن بعض الأجران الحجرية التي وجدت في مواقع أثرية في وسط البلاد كانت قد صنعت في شمال فلسطين. طبعا كان للنطوفيين اتجاهاتهم الفنية الخاصة، وأكبر دليل على ذلك ومثال على ذلك هو التمثال الصغير من الحجر الرملي الذي وجد في مغارة الزوج تيتيني، ورأس آدمي محفور على العظم في المغارة الكبيرة، وأيضا عثر في وادي الفلاح على عدد من الأشكال المنحوتة من عظم الغزال. وفي أريحة تم العثور على رؤوس سهام صوانية. طبعا هذه أدلة على أن النطوفيين كان لهم باع في الفن، أيضا في فن النحت، مع أنها يعني حضارة قديمة قبل التاريخ، إلا أن فيها معي أنتم دكتور مسموع الصوت؟ نعم دكتور مسموع الصوت. أنا أتكلم الآن على الأدلة على أن النطوفيين وهم أقدم الحضارات على أرض فلسطين فيما قبل التاريخ كانوا أيضا لهم باع في الفن. ثالثا العصر الحجري الحديث، وهذا العصر يمتد من 8000 قبل الميلاد إلى 4500 قبل الميلاد. لكن قبل الحديث عن العصر الحجري الحديث أود التذكير بأن العصر الحجري الوسيط تميز بوجود الحضارة النطوفية نسبة إلى
مغائر النطوف في شمال القدس. وهذه الحضارة امتدت في أجزاء كثيرة من فلسطين وتحدثنا عنها بإسهاب. وهذا طبعا الكلام قبل التاريخ، يعني لسه ما وصلنا للحديث عن العصور التاريخية القديمة. من ضمن العصور القديمة ما قبل التاريخ العصر الحجري الحديث، والذي يمتد من 8000 إلى 4500 قبل الميلاد. وهذا العصر من أهم العصور في الحضارة الإنسانية بشكل عام، لتوصل الإنسان خلاله إلى الاستقرار. طبعا هناك خلاف متى بدأ الاستقرار على أرض فلسطين من خلال الحضارة النطوفية، هل كان في العصر الحجري الوسيط أم العصر الحجري الحديث، لكن ذكرنا أدلة على أن الاستقرار في فلسطين بالذات بدأ في العصر الحجري الوسيط. لكن العصر الحجري الحديث هذا بشكل عام على كل المناطق بدأ في الاستقرار بشكل واضح، حيث بدأ الإنسان الانتقال من حياة جمع الغذاء إلى إنتاج الغذاء، وبعد مرحلة الانتقال نحو حياة الاستقرار. شهد هذا العصر الأخير من العصور الحجرية أول ثورة في تاريخ الحضارة باكتشاف الزراعة. أول ثورة باكتشاف الزراعة، تلك الثورة التي غيرت حياة الإنسان البشرية كلها ومهدت الأساس لقيام الحضارات في العصور التالية. ويختلف زمن بداية هذا العصر من منطقة إلى أخرى، يعني ليس كل المناطق بدأ فيها هذا العصر بالتساوي مع مناطق أخرى. وأقدم مكان شهد مراحل هذا التحول المهم والحاسم في تاريخ البشرية هو مدينة أريحة بفلسطين، حيث كشف العلماء في مدينة أريحة عن آثار قرية زراعية واسعة الأرجاء، يبدو أنها مرت بمرحلتين حضاريتين. أطلق على الأولى أريحة قبل اكتشاف الفخار 8500 إلى 5500 قبل الميلاد، وأريحة بعد اكتشاف الفخار 5500 إلى 4500 قبل الميلاد. هذا التقسيم يبرز أهمية الفخار بالنسبة للدراسات الأثرية والحضارية، لأنه دون غيره من المواد التي صنعها الإنسان سهل التشكيل وقليل الكلفة ويدوم زمنا طويلا، على الرغم من أنه سهل الكسب، لأن هو سهل التشكيل قليل الكلفة وعمره طويل لكنه سهل الكسر. ولكثرة الكسر التي قد تنتهي إليها الأدوات الفخارية، فإن من الممكن إعادة تركيبها وتكوين فكرة عن شكلها حتى ولو فقدت بعض تلك الكسر. وتعد الأواني والأدوات الفخارية المعيار الأفضل للتاريخ النسبي، وتوضح تطور الفنون والمستوى الاقتصادي والاجتماعي للحضارات السابقة. وامتازت حضارة أريحة، وهي أقدم حضارة كما ذكرت، بكثرة الأواني الفخارية التي شكلها الإنسان من الطين. نحن نتحدث هنا عن حضارة قديمة في أريحة في فلسطين قبل ما يسمى بالإسرائيليين أو اليهود، يعني أقدم الحضارات على في العالم وليس في فلسطين فقط. طبعا حضارة أريحة امتازت كما ذكرت بكثرة الأواني الفخارية التي شكلها الإنسان من الطين أو من الصلصال، وجففها في الشمس أو داخل الأفران، واستعملها لخزن الطعام والشراب الفائض عن حاجته، ليقيم أوده في فصول السنة غير الملائمة للزراعة. فتبدلت تبعا لذلك الحياة الاجتماعية ومعتقدات الإنسان الدينية، وتطورت وتنوعت الأدوات الزراعية، وأخذت القرى تنمو تدريجيا وفق مخطط بدائي فيه الطرقات والأزقة والمباني العامة والأسوار والأبراج الدفاعية. وعرف الإنسان الفلسطيني في هذه المرحلة حياكة الملابس، خياطة الملابس والمنسوجات، وازداد استعماله للعظام والخشب في صناعة الأدوات والحلي، يعني بدأ يخرج
من الصناعات الحجرية إلى الصناعات استخدام العظم والخشب بدل الحجارة، في صناعة الأدوات والحلي وفي البناء أيضا. أما المعتقدات الدينية في هذا العصر فقد تركزت حول ظاهرة الخصوبة والتكاثر، وعثر على تماثيل طينية صغيرة لأنثى عارية تظهر أنوثتها كرمز لهذه الظاهرة، ظاهرة الخصوبة. وعرفت فيما بعد بآلهة الأمومة. وفي أريحة بفلسطين عثر على معبد صغير لهذه الآلهة داخل بيت للسكن، كما عثر على عدد من الجماجم البشرية شكلت وجوهها بالجبس بدقة وعناية، ووضعت أصداف في محاجر الأعين، وهذا يدلل على تطور الفن. ويظن العلماء أن هذه الجماجم البشرية تشير إلى عبادة سلفهم طبعا وليس سلفنا. وعلى الرغم من العثور على بيوت سكنية في عين المالحة كما ذكرنا من قبل، لم يعثر على أي دليل على الزراعة وتدشين الحيوان. إذن أريحة تعتبر كما يعتبرها الباحثين أو يعدها الباحثون أهم المناطق في الشرق القديم التي تمثل فترة الانتقال، انتقال الإنسان من حياة الصيد إلى حياة الاستقرار. وهذا العصر يقسم إلى دورين، العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري والعصر الحجري الحديث الفخاري. العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري حيث تمت حفريات واسعة في أريحة، وعثر من خلالها على مخلفات أثرية تعود إلى ذلك العصر فوق الطبقات التي تعود إلى الفترة المتأخرة من العصر النطوفي، وهي تدل بدون شك على أن الإنسان توصل إلى الاستقرار، وعلى أن هذه الحضارة ما هي إلا استمرار للحضارة السابقة تطورت فيها الصناعات الصوانية وتقدمت على سابقتها. اكتشف في هذا العصر في أريحة اكتشفت بيوت مبنية بشكل دائري، قطر البيت قرابة 5 أمتار، وبنيت هذه البيوت من الطوب المصنوع باليد والمجفف بحرارة الشمس. طبعا الحديث طويل عن هذه الحضارة وتفاصيل الاقتصاد في هذه الحضارة، حضارة ما قبل الفخار. وهناك دلالات واضحة على وجود من خلال الموجودات الأثرية وجود علاقات تجارية خارجية بين أريحة وأجزاء أخرى من العالم، بحيث أن حضارة أريحة بدأت تنتشر خارج فلسطين. العصر الحجري الحديث الفخاري من خلال الحفريات الأثرية التي عثر عليها لأول مرة ظهر جماعات بشرية جديدة كانوا يعيشون في بيوت على شكل حفر في الأرض جابها بطبقة من الطين الأبيض والحجارة الصغيرة. طبعا أنا لا أود التفصيل في أنواع الفخار وكيف تطور، يعني الحديث عن العصور الحجرية حديث طويل ومفصل. طبعا تلا العصر الحجري الحديث عصر أطلق عليه العلماء العصر الحجري النحاسي. إذن هذه رابعاً العصر الحجري النحاسي، ويمتد من 4500 إلى 3200 قبل الميلاد، وهو
يتلو العصر الحجري الحديث، وأطلق عليه أيضا مصطلح العصر الحجري المعدني، لأن الإنسان استخدم فيه المعادن، وأول هذه المعادن التي بدأ الإنسان باستخدامها في هذا العصر ومن ضمنها فلسطين النحاس، إلى جانب الحجارة الصوانية. ولعل النحاس هو أول ما استخدمه الإنسان من المعادن فيما عدا حديد النيازك الذي كان يجده الإنسان القديم مصادفة. يتميز النحاس بأنه يوجد قرب سطح الأرض مختلطا بمواد يمكن صهرها وفصلها دون جهد كبير وتحت حرارة ليست شديدة جدا. ومن المحتمل أن يكون سكان فلسطين قد اكتشفوه بالصدفة في صحراء سيناء، وكان لاستعماله أثر بعيد انتشار التجارة، لأن مناجمه تتوزع في مناطق جغرافية محددة، وأدت التجارة به إلى انتقال المهارات والصناعات من مكان إلى آخر. ولكن هناك مواقع أثرية كثيرة تعود إلى هذه الحضارة، على الرغم من أنه لم يعثر فيها على أي قطعة نحاسية. ويجب أن يذكر في هذا المجال أن النحاس لم يصبح المادة الوحيدة لصنع جميع الأدوات في تلك الفترة، لأن معظم الأدوات في تلك الفترة كان من النحاس، من الصوان. لماذا؟ لأن النحاس كان لا يزال مادة ثمينة لم تستعمل للأغراض اليومية، كما الذهب اليوم. يعني ما بنستخدم الذهب اليوم أو الألماس لصناعة الأدوات بشكل عام، يعني الأدوات اللي بنستخدمها للأغراض اليومية، يعني ملاعق ولا شوك ولا سكاكين ولا أواني، بنستخدم الأرخص، ما عدا طبعا الأغنياء أو الأثرياء من الناس اللي ممكن يستخدم الذهب لصناعة أدواته. كذلك الإنسان القديم في فلسطين كان يركز في استخدام أدواته على الصوان، بعد هيك اكتشف النحاس ولكن لم يستخدم لأدواته أو لأغراضه، الأدوات التي يستخدمها للأغراض اليومية، باعتباره أنه يعني ثمين جدا ونادر كالذهب اليوم. في هذا العصر، العصر الحجري النحاسي، انتهت العزلة النسبية التي ميزت حياة المجتمعات في العصور السابقة التي تحدثنا عنها، وظهرت ثقافات جديدة. وأهم هذه الثقافات التي ظهرت في فلسطين في ذلك العصر ثقافة بئر السبع وثقافة تليلات الغسول، سموها الحضارة الغسولية. وقد وجدت آثار هذه الثقافات في أنحاء فلسطين، وخصوصا في بيسان وأريحة وغزة وخان يونس. طبعا في ذلك الوقت كان يسكن فلسطين عرب أقحاح، والدليل على ذلك الهياكل العظمية البشرية التي عثر عليها في أنحاء البلاد، في أنحاء فلسطين، تتطابق أوصافها التشريحية وسماتها البدنية مع أوصاف القبائل العربية القديمة من الكنعانيين والأموريين والفينيقيين وغيرهم. إذن هذه الحضارة بدأنا نتعرف على الإنسان العربي الذي كان يقيم في تلك المناطق، لكن طبعا ما كان في تدوين للتاريخ. الآن بعد ذلك حنتحدث عن العصور التاريخية، وحنبدأ بالحديث عن الحضارة الكنعانية والحضارات الأخرى. وهذا دليل على أنه أصلاً الكنعانيين كانوا موجودين، لكنهم تطوروا وبدأوا الكتابة التاريخية، وبدأنا نعثر على أو نثبت وجود التاريخ الفلسطيني الكنعاني. يعتقد بعض المؤرخين وعلماء الآثار أن القبور التي عثر عليها
في الكهوف الكبيرة المنتشرة في فلسطين طبعا خلال العصر الحجري النحاسي، والبالغ طولها مئات الأمتار، والمباني الحجرية الضخمة المعروفة باسم دولمنز المبنية بكتل حجرية صوانية ضخمة على أسس دائرية ومنتشرة في فلسطين، تدلل على وجود قبائل كانت عملاقة أو أفرادها كبار الجسوم كالعمالقة أو العماليق، وهم قدماء العرب الذين هاجروا من شمالي الجزيرة العربية إلى فلسطين، وعرفهم البابليون باسم ماليق، ثم أضافت التوراة إلى اسمهم لفظة عم بمعنى الشعب، فقيل عماليق أو عمالقة يعني الشعب العملاق. ومن أهم هذه القبائل عماليق وادي الرافدين، أصحاب دولة بابل الأولى التي ملك عليها حامورابي، وعماليق وادي النيل الذين عرفهم المصريون باسم الهكسوس. وبقايا العماليق هم عاد الأولى وطسم وجديس والأنباط والتدمريون وجرهم الأولى وغيرهم، وهؤلاء يقال عنهم العرب البائدة. هؤلاء طبعا كانوا موجودين في خلال العصر الحجري النحاسي ولم يدونوا حضارتهم، لما تعرفنا عليهم من خلال القبور. يطلق على هذه الحضارة حضارة العصر الحجري النحاسي كما ذكرت الحضارة الغسولية، نسبة إلى منطقة تليلات الغسول شمال البحر الميت في شرق الأردن، وقد تم الكشف عن عدة مواقع من هذه الحضارة في منطقة بئر السبع في تل أبو مطر وبئر الصفدي وخربة البيطار. وعند تل أبو مطر الذي يقع على بعد 3 كيلومترات جنوب بئر السبع حفر في الطبقات الصخرية للتل عدد من الكهوف التي استعملت مساكن، وكان الوصول إلى هذه المساكن يتم الوصول إلى بعضها الآخر بحفر عمودية حفرت في جوانبها أماكن للأرجل والأيدي لتقي المرء خطر الانزلاق والسقوط. ومن هذه تخرج ممرات أفقية تؤدي إلى الكهوف، والكهف يتصل بممرات أو دهاليز تؤدي إلى غرف جدرانها مبطنة بالقصارة عددها 5 أو 7. ومن المحتمل أن يكون بعض هذه الغرف قد استعملت كآبار لتخزين الماء، وبعضها كان صوامع للغلال المؤن يعني القمح والشعير وغيرها، تتسع الواحدة منها إلى ما يقارب 1800 كيلوغرام من الحبوب. في تفاصيل كثيرة حول هذه الحضارة يعني لا أود الخوض فيها، اللي هي الحضارة الغسولية، يعني تتحدث عن تفاصيل الزراعة فيها وتفاصيل الصناعة وغيره. طبعا هناك مواقع أخرى اكتشفت خلال هذا العصر في المنطقة الواقعة بين جبال الخليل والبحر الميت، وأهمها أم قطنة وأم قلعة وعراق الأحمر ومغائر مربعات، وعثر في المنطقة الواقعة بين نبع عين جدي ومسعدة وفي مغائر وادي سدير ووادي حبرة ووادي سبال ووادي محراس، عثر على الكثير من الفخار والسلال والأخشاب والعاج والمخلفات الجليدية، وأهم ما وجد مجموعة من الأدوات النحاسية بلغ عددها قرابة 400 قطعة، كان من بينها صولجانات ودبابيس وخواتم وأشكال أخرى كثيرة. أثبت التحليل الكيميائي أن معظم تلك القطع النحاسية مع وجود نسبة من الزرنيخ. لم تكن حضارة العصر الحجري النحاسي في فلسطين نتيجة تطور حضاري محلي، بل كانت حضارة دخيلة
يعتقد أنها جاءت من الشرق أو من الشمال الشرقي. إلى جانب هذا، لم تكن الحضارة اللاحقة تفوق هذه الحضارة تطوراً، وهذا الدليل على أن هذه الحضارة انقرضت دون الارتباط بما سبقها أو خلفها من الحضارات في فلسطين. على أي حال، امتازت بداية الألف الثالث قبل الميلاد بظهور الإمبراطوريات العظيمة في الشرق القديم، وقد رافق هذا التوصل إلى الكتابة وبدء التدوين، ومع بدء التدوين بدأ التاريخ، ومن هنا تبدأ العصور التاريخية في فلسطين، والتي سنتحدث عنها في وقت لاحق إن شاء الله. بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن العصور، عصور ما قبل التاريخ، العصور القديمة، والتي قسمناها إلى 4 أقسام، وفي كل قسم منها كان هناك أقسام فرعية، وكان أبرز الحضارات التي ظهرت في العصور ما قبل التاريخ الحضارة النطوفية والحضارة الغسولية، إضافة إلى حضارات أخرى غير معروفة. ويعطيك العافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم دكتور، يعطيكم العافية. الله يعافيك. استراحة لمدة 10 دقائق ثم نكمل بعدها بإذن الله تعالى. رابط الحضور والغياب أصبح في الشات يا أخوة، لو تسجلوا أثناء الاستراحة. بارك الله فيكم جميعا.
دكتور عبد الحميد، موجود معنا دكتور؟ نعم موجود. نعم أكرمكم الله، انتهى وقت الاستراحة إذا بتحبوا تبدأوا، يعني باقي تقريبا ثلث ساعة ينتهي الوقت، في 10 دقائق للأسئلة والأمر لكم دكتور. تمام. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في هذا الجزء من المحاضرة سأحاول التقديم للعصور التاريخية. العصور التاريخية كما ذكرنا تنقسم إلى قسمين، العصر البرونزي والعصر الحديدي. وهذا العصر البرونزي اللي هو يميز الوجود الكنعاني في فلسطين، يعني الوجود الكنعاني في فلسطين بدأ في أقدم العصور التاريخية وهو العصر البرونزي، بمعنى أن أقدم حضارة في فلسطين هي الحضارة الكنعانية. طبعا من الصعوبة بمكان إعطاء تواريخ ثابتة لفترات العصر البرونزي، فالعصر البرونزي ينقسم بدوره إلى أقسام: العصر البرونزي القديم والوسيط والحديث، أو العصر البرونزي المتقدم، وهذا طبعا يحدد تاريخه ما بين 3100 إلى 2000 قبل الميلاد، وهي الفترة التي وجدت فيها الحضارة الكنعانية. طبعا العصر البرونزي القديم ازدهرت في خلال فلسطين ازدهارا كبيرا، وانتشرت المدن في جميع الأرجاء، وازداد عدد السكان، وتطور الخزف، فظهرت الجرار والأباريق المختلفة والأطباق والزبادي وغير ذلك من الأشكال الفخارية، وكان أغلبها يطلى بألوان تتخذ أشكالا هندسية. في أواخر هذا العصر ظهر في شمالي فلسطين، وخصوصا في خربة الكرك في شمال فلسطين قرب بحيرة طبرية، وهي غير الكرك الأردنية، في الكرك في الأردن، في خربة الكرك في شمال فلسطين قرب بحيرة طبرية، ظهر نوع مميز من الخزف المطلي باللون الأسود أو الأحمر أو اللونين معا ومصقولا بدرجة عالية. وازدهرت صناعة الأدوات البرونزية من الخناجر ورؤوس الأسهم والتماثيل، خصوصا تماثيل الآلهة لآلهة الأم رمز الخصوبة والتكاثر. كما ظهرت صناعة الأختام، ومنها ما كان مستوردا من وادي الرافدين، وتطورت صناعة الحلي وأدوات الزينة من القلائد والأساور والخواتم والخلاخيل، وكان بعضها بزخارف الشجرة الكريمة. يبدأ العصر البرونزي القديم في فلسطين بظهور أعداد كبيرة من المدافن الرأسية تنسب إلى جماعات قضت على حضارة العصر الحجري النحاسي أو حضارة غسول. طبعا الحضارة الغسولية مرتبطة ارتباط كلي بالحضارة حضارة العصر الحجري النحاسي، ولم يكشف الآن عن مستوطنات تتناسب والعدد الكبير لهذه المدافن. تم حفر المدافن في الصخر أو على الأرض الطبيعية، ويتفرع من مداخلها الرأسية غرف تجاويف يتراوح عددها بين غرفة واحدة وأربع غرف، وجد بداخلها عدد كبير من الهياكل العظمية ومرفقاتها الجنائزية. يعني هما كانوا كالفراعنة يدفنوا مع الميت بعض الأدوات الجنائزية، وأكثرها أواني فخارية وبازلتية وبعض الأدوات البرونزية. أما المرحلة التي تلي المدافن ذات المداخل الرأسية فتميزت بظهور المدن التحصينية أو الدفاعية. يعني هذا العصر البرونزي المتقدم هو عصر ظهور المدن الدفاعية أو التحصينية التي قامت على هضاب مرتفعة ذات طابع تحصيني أو استراتيجي،
وقد انتشرت هذه المدن بأعداد كبيرة ولم يكن توزيعها واحداً في المناطق المختلفة، لكن غالبيتها كان في الشمال والوسط، حيث ارتبط وجودها بالأراضي الزراعية ومصادر المياه وطرق التجارة. ومن أهم هذه المواقع تل القدح وخربة الكرك بالقرب من بحيرة طبرية وبيسان والعفولة، وتل تعنك وتل المتسلم مجده في مرج ابن عامر، ورأس الناقورة في شمال فلسطين على الساحل الفلسطيني وهي النقطة أقصى شمال فلسطين، وفي أريحة القديمة تل السلطان وباب الذراع وغيرها في وادي الأردن، وتل الفارعة إلى الغرب من نابلس، وتل النصبة شمال القدس، وتل الدويمر، وتل عراد، وغيرها من المناطق. زاد عدد سكان فلسطين في 1000 قبل الميلاد في العصر البرونزي المتقدم، ونمت المدن بشكل واضح وأصبح لها قوة سياسية واقتصادية، عرف فيما بعد بعصر دويلات المدن. وكانت المدينة تضم في الغالب معبداً أو أكثر وبعض المرافق العامة والمنازل بأحجامها المختلفة، وكانت مادة البناء من اللبن المجفف على أساسات من الحجارة الملساء، على الرغم من أن الحجارة استعملت في عدد من المواقع. ورافق حياة المدينة تطور في الصناعة والتجارة، وبرزت الصناعات وأبرزها صناعة الفخار والنسيج والأدوات البرونزية والحجرية وأدوات الزينة والأختام المنبسطة والأسطوانية وبعض القطع الذهبية. وشهدت المنطقة تقدماً في الزراعة مثل زراعة الحبوب والزيتون واللوز، واستطاع إنسان فلسطين في 1000 قبل الميلاد استغلال موارد النحاس وخلطها بنسبة معينة من مادة القصدير لينتج عن ذلك البرونز، لذلك سمي هذا العصر بالعصر البرونزي. إذن العصر البرونزي هو مزيج ما بين مواد النحاس وخلطها بمادة القصدير. واستدعى الفائض من الإنتاج الصناعي والزراعي قيام تجارة رائجة في شمال سوريا والأناضول وبلاد ما بين النهرين ومصر. طبعاً ارتبطت عادات الدفن في تلك المرحلة بالتقاليد الدينية السائدة، وتبع المدافن ذات المداخل الرأسية أنواع أخرى مختلفة من المدافن، أهمها المدافن المستطيلة. وكشف من خلال الحفريات في المدن المصورة على العثور على عشرات المدافن. انتهى العصر البرونزي القديم بمرحلة انتقالية يكتنفها الغموض، مما جعل العاملين في الآثار يختلفون في تصنيف مادتها الحضارية. هذه المرحلة تمثل أعداد كبيرة من المدافن تسمى المدافن المدينة، مدافن المدينة، يرجعها الباحثون إلى ما بين العصرين البرونزي القديم والعصر البرونزي الوسيط. ويحمل الكثير من العلماء أصحاب هذه المدافن يحمل أصحاب هذه المدافن مسؤولية القضاء على مدن العصر البرونزي القديم. هذه المدافن حفرت في الصخر أو الأرض الطبيعية، ويتفرع من مدخل الواحد منها غرفة جانبية أو أكثر. طبعا في هذا العصر ايضا العصر البرونزي المتقدم يقسم العلماء الى اقسام، يعني بعض المؤرخين الباحثين قسم العصر البرونزي القديم الى 4 عصور: عصر برونزي متقدم أول، وعصر برونزي متقدم ثاني، وعصر برونزي متقدم ثالث، وآخر رابع ينتهي ب2000 قبل الميلاد.
طبعا هذا العصر كما ذكرنا زادت فيه أهمية فلسطين بصورة طبيعية نتيجة نشوء دول قوية في بلاد الرافدين ومصر، ونشأت لكل منها علاقات وارتباطات مع سوريا وفلسطين سواء سياسية أو عسكرية أو تجارية وبشرية. وفي ذلك الوقت برز موقع فلسطين بشكل واضح، وأثر على الطريق الذي يربط مصر بغرب آسيا الذي يمر بالساحل الفلسطيني ويعرج على مرج بني عامر ثم يعبر نهر الأردن، فازداد طمع المصريين الذين أخذوا بفرض سيطرتهم على المدن الفلسطينية. مصر لم تخضع فلسطين لها في هذه الفترة، ولكنها كانت تضع الحاميات المصرية في المدن الفلسطينية المهمة مثل بيت شان، وتحرص على جعل رؤساء المدن والحكام في كافة أرجاء فلسطين مرتبطين بها. كانت المدن الفلسطينية في هذه المرحلة في تنافس مستمر فيما بينهم، مما جعلهم يجتهدون في حماية مدنهم بالأسوار لدرء الخطر عنها. وتبين الأدلة التي تعود إلى العصر البرونزي المتقدم عن عدم دخول أي موجة بشرية ذات أهمية خلال هذا العصر، بمعنى أنه الفلسطينيين حافظوا على وجودهم المحلي. في أواخر العصر البرونزي دخل العموريون فلسطين وأخذوا يؤثروا على وضع البلاد العام في العصر التالي البرونزي الوسيط، وكانت مدينة أريحة معرضة للتحركات البشرية القادمة من الشرق، الأمر الذي جعل أهلها يهتمون بتحصين مدينتهم. فأسوار أريحة التي يرجع تاريخها إلى سكان العصر النيوتوليثي العصر الحجري الحديث من الفترة الأولية التي سبقت التوصل إلى معرفة الفقار، كانت تصل إلى حوالي 50 قدم، تحمي المدينة من الشمال والغرب والجنوب مع وسائل دفاعية مثل البرج الواسع المستطيل الشكل والبرج الخارجي شبه الدائري، واستعملوا اللبن في البناء والذي كان يختلف عما استعملوه في العصر الحجري، حيث صار منذ العصر البرونزي القديم عبارة عن قطع مستطيلة تعمل في قوالب 14 في 10 إنش، وتم البناء على أسس من الصخر. طبعا هذا خلال هذا العصر، ايضا العصر البرونزي القديم، مارس الفلاح الفلسطيني زراعه الحنطه والشعير والعدس والفاصولياء والبازيلا، وربما عرف سكان اريحه ايضا زراعه اشجار اللوز والزيتون كما ذكرنا. وعرفت زراعه العنب لاول مره حسب المعلومات الحاليه عن فلسطين في تلك المرحله. فكانوا يتناولوه إما طريا وإما مجففا وأنتجوا منه الخمور، فكان أول إنتاج للخمور في العصر البرونزي القديم في أريحة باعتبارها أقدم المدن الفلسطينية والتي كان لها دور في العصر البرونزي. لم يكن توزيع المدن في العصر البرونزي المتقدم منتظم في البلاد، فكان غالبيتها كما ذكرنا في الشمال والوسط وفي الجنوب قرب الخليل. يعني في هناك تفاصيل كثيرة حول ذلك، يعني يمكن للباحث الرجوع إليها من خلال كتب التاريخ المختلفة. بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن العصر البرونزي القديم، لننتقل بعد ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله للحديث عن البرونزي الوسيط ومن ثم الحديد، والذي طبعا سنتناول فيه الحضارة الكنعانية بشكل مفصل. ويعطيكم العافية والحمد لله رب العالمين. الله يعافيكم دكتور، ربي يبارك فيكم ويجزيكم الخير على هذه المعلومات القيمة الطيبة التي تثبت كذب الصهاينة وكذب المفترين الذين يريدون أن يثبتوا أن فلسطين ليست لأهلها وليست لشعبها. بارك الله فيكم. لدينا بعض الأسئلة لو تكرمتم علينا نريد طرحها. تفضل إن شاء الله. طيب،
السؤال الأول يقول الكثير، يعني يقول يسأل عن الكتاب أو المادة، الكثير من المعلومات كيف يمكن ضبطها؟ هل يوجد كتاب مثلا أو شيء؟ نعم، سأرسل المادة إن شاء الله في ملف وأنتم يعني توزعوه بمعرفتكم، وفي هناك مراجع كثيرة يعني، طيب يعني بأخذ من أكثر من مرجع، لكن سأرسل لكم المادة المعتمدة، يعني استلقيتها من الموسوعة الفلسطينية، وهي موسوعة طبعا رصينة ومعروفة. نعم دكتور. السؤال الثاني يقول هل كان لليهود موقع قدم في فلسطين أيام الكنعانيين؟ هذا يعني سنتناوله في الحديث عن العصر البرونزي الحديث إن شاء الله، يعني حنتحدث عن الاحتلال العبري اليهودي لفلسطين خلال العصر الكنعاني. وهذا أنا تحدثت في بداية المحاضرة عن أنه اليهود جاءوا كأي شعب من الشعوب الأخرى، يعني كالمصريين الفراعنة وكالرومان كاليونان كغيرهم من الشعوب الذين احتلوا جزء من فلسطين، ولكنهم لم يعني يسيطروا على كل فلسطين خلال الوجود الكنعاني. يعني كان مثاله اليوم، يعني التاريخ يعيد نفسه كما يقال، يعني اليوم الكنعانيين كانوا في الزمان كانوا عبارة عن دويلات مدن، وهذا طبعا أدى إلى ضعفهم وسيطرة الشعوب الأخرى على فلسطين ومجيء اليهود واحتلالهم أجزاء من فلسطين. ونفس الوقت إحنا اليوم نعيش في دويلات الدول العربية، دويلات المدن، كل دولة عندنا أكثر من 22 دولة، وعندنا فلسطين فيها انقسام ضفة وغزة، وهذا طبعا أضعف من قوتنا وأدى إلى احتلال فلسطين في 48. فهذا الكلام يعني كان موجود في العصور القديمة خلال العصر الكنعاني اللي هو العصر البرونزي القديم، عفوا العصر البرونزي الوسيط والحديث، سنتناوله فيما بعد. يعني نعم أول الوجود اليهودي في فلسطين خلال العصر البرونزي، ولكن مع وجود الكنعانيين، هم احتلوا أجزاء من فلسطين خلال الوجود الكنعاني. نعم دكتور. عندنا سؤالا ومداخلة صوتية نختم بهما بإذن الله تعالى. نبدأ بالمداخلة الصوتية للأخ رأفت روضان. تفضل أخي رأفت. أخي رأفت تسمعني؟ رأفت الميكروفون معك لو تريد أن تضيف شيء. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور، بارك الله فيك. حاب أسأل، هل كان في قديما يعني كانوا ناس الكنعانيين هذول، يعني متى كان ظهورهم، أو يعني متى ظهروا يعني؟ نعم، قلنا ظهورهم بدأ في العصر البرونزي القديم الذي تناولناه الآن، مع أول تدوين للحضارة كان هناك الحضارة الكنعانية، لأن أقدم حضارة في فلسطين ظهرت في العصر البرونزي القديم هي الحضارة الكنعانية. جزاك الله خير. يعني من خلال الآثار التي تم العثور عليها، من خلال المدن التي تم بناؤها، تم التأكيد على أنه أقدم الحضارات على فلسطين هي الحضارة الكنعانية قبل 3500 قبل الميلاد في العصر البرونزي القديم. وسنفصل ذلك في العصور القادمة إن شاء الله، سنتناول العصر البرونزي الوسيط والحديث ونتحدث عن الحضارة الكنعانية بإسهاب. نعم دكتور. يقول السائل ما هي العلامات أو الأدلة لتصنيف الحضارة أنها حضارة استقرار؟ اللي هو الزراعة، المجتمعات الزراعية هي حضارة الاستقرار. نعم وجود القرى الزراعية والعثور على الأدوات الزراعية التي تم العثور عليها خلال الحقبة النطوفية، العصر الحجري القديم الأوسط، تم التأكيد من بعض الباحثين أن هناك حضارة بدأ الاستقرار البشري على أرض فلسطين، باعتبار أنه أول استقرار بشري هو الحضارة النطوفية نسبة
إلى مغائر النطوف، وذكرنا الأدلة على الاستقرار من خلال الأدوات الزراعية التي تم العثور عليها والأجران والقرى الزراعية اللي تم اكتشافها. نعم دكتور. سؤال آخر يقول: هل جرت استكشافات تاريخية علمية عصرية عربية وإسلامية، أم أن المصدر الرئيسي للاستكشافات هو الجهد الاستشراقي؟ واضح السؤال دكتور. للأسف الشديد الجهد الاستشراقي هو المسؤول الأثرية، يعني خلال لأنه في هناك تمويل في نهاية في أواسط القرن 19 مع المصرية والدعم الصهيوني، بدأت إرسال البعثات الاستكشافية الأثرية إلى فلسطين بدعم مالي صهيوني. وطبعا كانت الدولة العثمانية تمر بمرحلة ضعف كبيرة في خلال القرن 19 ونهاية القرن 19، وبدأت هذه البعثات الاستكشافية بالوصول إلى فلسطين والعثور على آثار. هذه الآثار كلها وهذه الاكتشافات أكدت على وجود أقدم الحضارات على أرض فلسطين. طبعا هذه الحضارات اللي كانت موجودة قبل الميلاد وقبل عصور الكتابة كانت يعني غير معروفة من هم الذين أسسوا هذه الحضارات، لكن نسبوها إلى الأماكن اللي تم اكتشاف الآثار فيها، مثل المغائر النطوف سموها الحضارة النطوفية، مغائر وادي الغسول سموها الحضارة الغسولية إلى آخره. لكن بعد بدأ التدوين، أول تدوين عثر عليه اللي هو نسب إلى الكنعانيين في العصر البرونزي القديم، وسمي بالعصر البرونزي القديم لأنه الإنسان بدأ ينتقل، مزج النحاس اللي اكتشفه في نهاية العصر الحجري مزجوا بالقصدير فنتج عنه أدوات صنعت من البرونز. نعم دكتور. جاءت 4 أسئلة أخرى، هل تحبون أن نرجعها للمحاضرة القادمة أم نطرحها الآن باعتبار يعني أن الوقت أطرح انتهى يعني؟ ننهيها إن شاء الله، لأنه بدأنا متأخرين. طيب يقول: هل يفهم بأن تتابع الحضارات على فلسطين كان بطريق الاحتلال وإلغاء الحضارات السابقة غالبا؟ لا ما كان هيك، نعم. خاصة الحضارات القديمة ما برز في المحاضرة. هذه المحاضرة ما تحدثنا عن إنه شعوب لغت شعوب، لأنه كانت الحضارة أغلبها محلية، فكانت من الطبيعي ما كان في حضارات كثيرة في عصر ما قبل التاريخ ما تم الكشف عن هذه الحضارات. لكن بعد ذلك في العصر البرونزي اللي هو عصور التاريخ ما كان في أيضا حضارة تلغي حضارة، كان في هناك امتزاج بين الحضارات، تفاعل بين الحضارات. يعني الحضارة الكنعانية رغم وجود الاحتلال البابلي أو الأشوري أو المصري أو العبراني، كانت الحضارة الكنعانية ما زالت موجودة وامتزجت بهذه الحضارات. الحضارة بشكل عام، الحضارة البشرية، هي مزيج لحضارات مختلفة، يعني لا يمكن حضارة أن تلغي حضارة أخرى، لكن ممكن دولة كيان سياسي يلغي كيان سياسي آخر، لكن الحضارة تظل موجودة. الكيان السياسي الجديد يمزج حضارته بحضارة الكيان السياسي السابق، يعني حضارة تلغي حضارة ما في حاجة اسمها حضارة تلغي حضارة. الحضارة اللي بتأتي بتمتزج مع الحضارة السابقة وبتنتج حضارة جديدة، لكن الكيانات السياسية هي اللي بتذهب. نعم دكتور. سؤال آخر يقول: ما هو التاريخ الأرجح لدخول إبراهيم عليه السلام لفلسطين ومن بعده نسله من إسحاق ويعقوب، وفي أي عصر؟ سؤال. هذا سنتناول في المحاضرة السابقة، يعني في العصر الحديدي، يعني في القرن 19 قبل الميلاد. نعم دكتور. طيب يقول: هل ارتبط ظهور كتابة بالعصر البرونزي؟ نعم، وما هو العصر البرونزي؟ يسأل. العصر البرونزي قلنا أنه مزيج ما بين خلط النحاس مع يسأل عن القصدير. معنى الكلمة كان البرونزي يعني. البرونز، مادة البرونز. نعم. مش في النحاس، في مادة الحديد، في مادة الذهب، في الألماس، في البرونز. نعم. معدن، البرونز معدن.
هذا المعدن هو خليط ما بين القصدير والنحاس. لما بدأ الإنسان الكنعاني خلط هاتين المادتين أنتج مادة البرونز، وهي مادة أقوى من النحاس لوحده أو القصدير لوحده. وبدأ استخدام أدواته للأغراض المختلفة من خلال البرونز، فأطلق يعني صار غالبية الأدوات المستخدمة في ذلك العصر من البرونز، لذلك سمي بالعصر البرونزي. في العصور السابقة كانت العصور الحجرية، العصر الحجري القديم والحديث والوسيط، كان يستخدم الإنسان الحجارة في صناعة أدواته للأغراض المختلفة. في نهاية العصر الحجري الحديث اكتشفوا النحاس، فسمي بالعصر الحجري النحاسي. بعد العصر الحجري النحاسي استخدم الإنسان مزج النحاس مع القصدير ليخرج البرونز، مادة البرونز. بعد ذلك هيكتشف الحديد فيسمى بالعصر الحديدي. نعم، سأل يقول يعني حسب هل سبق الغالبة حسب المادة. نعم دكتور تفضل. بقول أنا يعني العصر كان يسمى حسب المادة المستعملة غالبا، يعني التي يغلب عليها العصر. أظن الإجابة أصبحت واضحة عند الجميع. يعني كما 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 اليوم إحنا بنسميه عصر التكنولوجيا عصرنا، صحيح؟ نعم، نطلق بالضبط. العصر قبل العصر التكنولوجي. إيش هي مادة التكنولوجيا؟ اللي هي استخدام الإنسان تشغيل الآلات الحديثة والمختلفة لحياته اليومية، فسمى تكنولوجيا العصر. نعم. نعم دكتور. السؤال يقول هل صدقت المقولة أنه كان لليهود دولة أيام الكنعانيين في فلسطين؟ كان لهم دويلة في أجزاء معينة من فلسطين، يهودا والسامرة الإطلاق عليها في الضفة الغربية اليوم، وليس على كل أجزاء فلسطين، لأنه كان في هناك شعوب أخرى تسيطر على أجزاء من فلسطين. يعني أصحاب الأرض الكنعانيين موجودين على الأرض في فلسطين، لكن في هناك شعوب أخرى احتلت أجزاء من فلسطين وأقامت دويلات المدن الكنعانية. اليهود كغيرهم من الشعوب المحتلة جاءت إلى فلسطين وأقاموا دويلة على أجزاء من فلسطين في الضفة الغربية. يعني حتى المؤرخين بينفي الوجود اليهودي في القدس أصلا، يعني لأنه رواية توراتية، لأنه الآثار لم تكشف أي وجود يهودي في فلسطين، في القدس خاصة. يعني بيتحدثوا عن مملكة داود ومملكة سليمان عليهما السلام، هما كانوا موجودتين لكن ليسوا في مدينة القدس، في مدن معينة من فلسطين، ليس على كل أجزاء فلسطين. يعني كان لليهود، وما أحد بينكر هذا، وليس معناه أنه اليهود كان لهم وجود على بقعة من أرض فلسطين بمعنى أنهم الآن يأتوا ويتغلبوا على أرض فلسطين، وهذا طبعا يتيح الفرصة لليونانيين ليأتوا إلى فلسطين ويقيموا دولة عليها، يتيح الفرصة للرومان ليأتوا إلى فلسطين ويقيموا عليها دولة، المصريين يعني معنى ذلك أنهم يأتوا إلى فلسطين ويقيموا عليها دولة، العراقيين الحضارات المختلفة البابلية والأشورية وغيرها لهم أيضا الحق أنهم يجوا يعملوا دولة. هذه كلها كانت يعني شعوب عابرة، كيانات سياسية عابرة على فلسطين، لكن يظل الأمر في النهاية لأصحاب هذه الأرض الذين استقلوا فيما بعد وأصبحت لهم الدولة، لأنهم هم أساس هذه الدولة. الكنعانيين هم الذين أسسوا دويلات المدن في فلسطين، ثم بعد ذلك جاءت الشعوب الأخرى وبدأت تحتل أجزاء من فلسطين، لأن فلسطين كانت تشكل أهمية جغرافية بالنسبة لهذه الشعوب. الشعوب العراقية، الحضارات العراقية البابلية والأشورية وغيرها جاءت إلى فلسطين حتى تمنع المصريين من الزحف إلى العراق، فبنوا فيها يعني ولايات لهم، ولاية فلسطينية تابعة للبابليين أو الأشوريين، كذلك اليونان وكذلك الرومان وكذلك الفراعنة المصريين احتلوا كما ذكرت قبل قليل في العصر البرونزي القديم، عينوا حكام مؤيدين لهم في فلسطين، لكن الشعوب هي الشعب الموجود هو الشعب الكنعاني حتى يضمنوا عدم وصول العراقيين أو الحضارات العراقية إلى فلسطين ومن ثم إلى مصر. يعني كانت
كما يقال حزام أمني. فلسطين كانت بالنسبة للحضارات المختلفة المحيطة بفلسطين حزام أمني، لأنها معبر بين القارتين آسيا وأفريقيا، الشرق والغرب. نعم دكتور، أختم بآخر سؤالين. يقول: هل أهل فلسطين الآن هم كنعانيون، وهل الكنعانيون عرب؟ السؤال الآخر يقول: لماذا لا يتم ربط تاريخ الأديان والرسل بتاريخ تقسيمات العصور؟ هذه آخر الأسئلة. نعم، بالنسبة لي طبعا الشعب الفلسطيني هو في أساسه شعب كنعاني، لكن بسبب موقع فلسطين امتزج هذا الشعب الفلسطيني العربي بالشعوب المجاورة بحكم العبور. في كثير من المناطق الفلسطينية حافظ العرب الكنعانيين على وجودهم، خاصة في القرى الفلسطينية التي لم يحتلها الصهاينة أو لم يهجروا أهلها منها، خاصة في الضفة الغربية. نحن في غزة يعني من خلال شجرات العائلات ومن خلال تتبع الأنساب نرى أننا يعني نعود في أصولنا إلى الأصول العربية الأصيلة. والشعب الكنعاني معروف أنه شعب عربي بالنسبة إلى كنعان بن سام بن نوح، لكن هذا لا يعني أنه كان حصل اختلاط ومزج بين الشعب الكنعاني وبين الشعوب الأخرى. أما بالنسبة لتاريخ الأديان، يعني أنا أفضل الحديث عن تاريخ فلسطين الآثار والوثائق والكتابات القديمة أفضل، لأنه لو ربطنا تاريخ فلسطين بتاريخ الأديان فسيحدث خلل كبير، خاصة أن اليهود كما هو معروف حرفوا التوراة عندهم بسبب العهد القديم، واختلقوا روايات كثيرة لا أصل لها. فلو ربطنا يعني خاصة أنه تاريخ الأديان يعتمد بشكل كبير، خاصة التاريخ القديم يعتمد على التوراة على العهد القديم، وهذا كله مختلق وغير حقيقي. فإذا اعتمدنا على تاريخ حسب الأديان فسيحدث خلل كبير، وسنثبت ما جاء في التوراة. نعم نعم دكتور، هذه الأسئلة، انتهت الأسئلة. هل عندكم شيء آخر؟ إن شاء الله نكمل المحاضرات. هنتكلم في المحاضرة القادمة عن تكملة التاريخ القديم، لننتقل بعد ذلك للتاريخ الإسلامي أو التاريخ الوسيط إن شاء الله. نعم دكتور، في الختام جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دكتور عبد الحميد الفراني، حفظكم الله ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. كذلك الشكر موصول للأخوة والأخوات الذين أمتعونا باستماعهم، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.